السلام عليكم. نحن اليوم مدرسة حزري وعاملين وقفة احتجاجية وتضامنية مع أهالي ريف حمص الشمالي، لأن اليوم شفنا شو القرارات اللي طلع فيها التفاوض مع الطرف الروسي. نحن بنعتبر أن بلدنا محتلة من قبل الروس والإيرانيين، لهيك نحن راح نحتاج على هالشيء، على أساس أنه عم يدخلوا على بلدنا مع حكومة ومع نظام رسمي ونظامي. وين هذا النظام يجي يدافع عن القليلة عن وجوده بسوريا؟ هجروا أهل حلب، هجروا أهل حمص، هجروا أهل الغوطة، أهل الشام، أهل حماة، ما بقي حدا. هلا لوين هالنظام هذا راح يودينا؟ لوين هالاحتلال هذا راح يودينا؟ فنحن بنحتاج على هالشيء كمعلمين، كطلاب، كأهالي مدنيين مهجرين. الذين يفاوضون عنا في ريف حمص الشمالي، عليكم أن تقفوا وقفة رجل واحد وكفانا استسلام. إذن هذا استسلام وذل وليست مفاوضات، لأن المفاوضات فيها بعض المكاسب. هذا هو خروج مذل وقبول بالعار والهزيمة وترحيل، وليس مجرد مفاوضات.